السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي على اليوتيوب وعلى صفحة الفيسبوك. النهاردة بفضل الله حلقة تعليمية جديدة عن كيفية تربية الغنم في فصل الصيف، ولكن مبدئيا اتمنى لحضراتكم ما تنسوش تشكروا ربنا وتصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام، وكمان تدعمونا بلايك عشان نقدر نستمر في نشر الفيديوهات التعليميه. يلا بينا نبدا حلقتنا ونقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. النهارده بفضل الله زي ما ذكرت لحضراتكم هنتكلم سريعا عن تربيه الاغنام في فصل الصيف. ايه اللي يفرق تربيه الاغنام عن فصل الصيف او فصل الشتاء؟ طبعا في حاجات كتير او عوامل كتير بنخلي بالها منها، ولكن النهاردة هنتكلم على العوامل اللي في الصيف. اولا ممنوع خروج الخرفان من اول الساعة 12 لحد اللي هي الذروة، بنسميها ذروة الشمس، اللي بتبقى تكون الشمس شديدة جدا 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 في التوقيت دوت، اللي هو من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 4 تقريبا، من 4 ل 5 بعد العصر. تمام. طيب ليه؟ لان هم روح زيهم زي البني ادمين، الشخص فينا البني ادم لو مشي في الشارع لمدة او قعد في الشمس لمدة 3 4 ساعات طبعا بيجيله حمى وارتفاع درجة حرارة واسهالات، كل ده بيحصل للبني ادمين لو خد ضربة شمس، فما بالك بقى الحيوان الضعيف. تمام كده. طبعا انا بصور لحضراتكم دلوقتي ولسه يعتبر الشمس طالعه عندي، يعني لسه خفيفه الحراره بتاعتها، انا واقف في الشمس اهو لسه هاديه عشان لسه طالعه. تمام. لسه واصله عندي انا هنا كده، فبالتالي لسه هاديه، فهم واقفين بياكلوا فمش متأذين بيها. طيب تاني حاجه لو انت الخرفان واخده على المكان عندك في مزرعتك، باب العنبر ما يتقفلش. باب العنبر ما يتقفلش ليه؟ لان هما هيقفوا ياكلوا، واول ما الشمس بتشد عليهم بعد ما ياكلوا هما من نفسهم هتلاقيهم دخلوا من غير ما تطلع تهش ولا تخلي العامل يهش ولا الكلام ده كله، هما بيشوفوا المكان الظل هو العنبر. او لو عندك مظله ومساحه كبيره وفي مظله هتلاقيهم راحوا تحت المظله. تمام كده. طبعا في الشتاء احنا بنقفل باب العنبر عليهم عشان ما يخرجوش في السقعه، وبنقفل الشبابيك، لكن في الصيف باب العنبر مفتوح، الشبابيك مفتوحة 24 ساعة خلال الأشهر بتاعت الصيف. تمام كده يا جماعة. طيب في ايه كمان بالنسبة لصوف الأغنام؟ احنا النهاردة هنتكلم بقى في كل الحلقات اللي احنا كنا بنتكلمين عنها وهنجمعها في حلقة واحدة اللي هي تربية الأغنام في الصيف. بالنسبة لصوف الأغنام كنا قلنا واتكلمنا ان مينفعش نحرق الصوف الا لما الخروف يتم عندنا 7 شهور، الا لما الخروف يتم عندنا من 7 ل 8 شهور. تمام كده. اهم حاجه ان الخروف يبقى عرقان، اهم حاجه ان الخروف يبقى عرقان عشان الراجل لما يجزه الخروف يفوق معاك، ما يفضلش كنز وصغير، مهما تاكله مش هيكبر لو انت جزيته قبل السن دوت. تمام كده. يبقى الخروف يكون عمر 7 8 شهور وبتبدا ان انت تجزه. في ناس طبعا هتقولي طب ما احنا عندنا الخروف مثلا 7 شهور والصوف بتاعه لسه قليل او ما كبرش قوي زياده عن اللزوم، خليه زي ما هو، لما يبقى يكبر جزه، ما تفرحش بجز الصوف وخلاص. طيب ايه كمان ممكن نعمله؟ طبعا الفتره اللي بتبقى ما بين الصيف والشتاء تبقى فتره تبقى رخمه قوي بالنسبه لي انا كشخصيا، يعني ليه بيكون فتره رخمه بالنسبه لي؟ ان تغيرات الجو في الفتره دي بتبقى رخمه. ليه؟ الصبح حر، بالليل ساقعة، بالليل سخن، الصبح ساقعة، ففي تقلبات جوية كده بتخلي الخروف ممكن يتعب معاك زي البني آدمين برضو. تغيرات الجو دي ممكن تجيب لك شوية برد ولا حاجة. طب احنا نتجنب الكلام ده ازاي؟ بنتجنبه ان احنا بنحقن الخرفان عندنا مضاد حيوي واسع المجال. بنمسك خروف خروف كده لو قطيع كبير، والعمال يمسكوا خروف خروف يحقنوه لمدة 2 أو 3 أيام. تمام كده. أنا عن نفسي بستخدم الأوكسي تترا سايليكين. الأوكسي تترا سايليكين مضاد حيوي واسع المجال، ممتاز جدا بالنسبة لي،
هي ضد الكحة وضد الإسهال وضد الباستريلا والكولوستريديا وداخل في مجالات كتير الصراحة، فهو ممتاز بالنسبة لي. وسعره على قد يعني سعره، العبوة اللي هي الأوكسيتراسايليكين 5%، وبرضه هظهرها قدام حضراتكم في الفيديو دلوقتي. العبوة ديت عاملة 65 جنيه، على حسب برضه المنطقة، ممكن تلاقيها عندك ب 60، ب 65، ب 70. المهم ان هي ازازة 100 مللي، وفي نفس الوقت يعني هتنفعك في تربية الأغنام، لازم تكون عندك. زائد طبعا لازم يكون عندك برضو خافض حرارة ومسكن الآلام، وده هنلاقي 3 في 1 فين؟ فهو الديكلو. الديكلو 5%. برضو لو لقيت الصورة عندي هعرضها لكم دلوقتي. الديكلو 5% ده لازم يبقى عندك، هو 3 أو 4 في 1، خافض حرارة ومسكن الآلام ومضاد للروماتيزم، فهو ممتاز. تمام تمام كده يا جماعة. طيب نيجي بقى لقصة العلافات. لو انت اللي شغال بايدك ومش قادر تقعد تنقل في العلافة كل شوية في الظل والكلام دوت، يبقى في الصيف اعمل حسابك ان العلافة بتاعتك تبقى جوه في العنبر، وريح دماغك بقى. يبقى حياتهم كلهم قاعدين في العنبر، الصبح ياكلوا واخر النهار اكلهم وبعد كده خرجهم. تمام كده، هما كده كده طالما شموا ريحة الاكل جوه هيخش ياكلوا ويطلعوا. لكن ما ينفعش نحط العلافة في الشمس طول النهار، دي اكبر غلط. هما خلاص قربوا يخلصوا الاكل وهم اصلا متعودين بطلع الاقيهم جوه في عز الحر، بطلع الاقيهم جوه في العنبر لوحدهم، لان هما واخدين على المكان. مفيش خروف بيستحمل درجة حرارة الشمس العالية في الصيف، خلوا بالكم. يعني هو لو لقى حتة ظل من نفسه كده هيروح يقعد. يعني اذا صاحبنا اللي هناك دوت او بص قاعد مستنيهم لحد ما يخلصوا ويخشوا مع بعض كلهم جوه، هو قاعد في الظل هناك اهو. تمام يا جماعة، خلوا بالكم من الكام نقطة اللي انا قلتها ديت، عشان هتفرق معاكوا جامد. لان الخروف لا قدر الله لو جاله حمى من ضربة شمس، صدقوني يعني مش هيوقف السهالات، والكوليسترول دي هتنشط في الكرش ويعني فاهم يعني البلاوي بتحصل. طيب نيجي اخر حاجة بقى عشان برضو ما اطولش لحضراتكم. نيجي بالنسبة للمية. المية لازم تكون نظيفة، مش 100%، 1000000%. طيب انا دلوقتي مليت الجرادل، تمام، الجرادل خلصت، ازود مية على طول؟ لا، اخد الجرادل اشطفها بشوية مية بايدي تحت الحنفية واملاها من اول وجديد. ليه؟ عشان لو واحد فيهم عنده برد او رشح، طبعا هو بيشرب معاهم، فبالتالي انا لما اغسل الجردل يبقى الجردل نظيف بدون اي فيروسات وبدون اي امراض. تمام كده. وبالمناسبة، عشان طبعا في ناس هتقول لك ايه ده يا عم، ده الجردل شكلها مش نظيف، ايه السواد اللي فيها ديت؟ انت لو عرفتوا السواد اللي فيها ديت هتعرفوا فايدة اللي انا حاطه اصلا. وبرضه هقوله لكم عشان فترة الصيف، حضرتك بتجيب ثوم وبصل وليمون، ثوم وبصل وليمون، تمام كده، اللهم صل على النبي، بتضربهم في الخلاط، تضرب الثوم والبصل في الخلاط بشوية مية، وبتعمل لك علبة حلوة كده. العلبة الحلوة دي بتفضل في التلاجة عندك، كل يوم وانت طالع بتغسل جرادل المية بتاعتك او ايا كان بتحط المية في ايه، وبتحط معلقتين على الجردل. تمام كده، ده بالنسبة للمضاد الحيوي وفاتح الشهية وقاتل للديدان وكل القصص بتاعت التوم والبصل والليمون. طيب ايه كمان اللي مخلي المية سودة كده؟ كركديه. حضرتك هتجيب ب10 جنيه كركديه او ب20 جنيه كركديه، تمام، هتنقع نصهم او هتنقعهم كلهم في شفشق حلو كده كبير، هيقعدوا معاك. بص يعني كل ما تفضي كل ما تملى ميه تانية على الكركديه، وهينزل برضو الفوائد بتاعته واللون بتاعه. طيب ايه فايدة الكركديه في اللي انا بعمله دوت؟ انا بحط مثلا تقريبا على الجردل كوباية او نص كوباية، وهي اللي بتخلي الميه اللون بتاع الكركديه دوت باهت شوية. طيب ايه فايدته؟ فايدته ان هو بيهدي من درجة حرارة الجسم بتاع الخروف، بتخليه كده مرطب. عارف انت في عز الحر وانت ماشي خارج من الشغل او رايح شغلك في عز الحر، ممكن تعدي كده تشرب حاجة ساقعة ولا اي حاجة من اي سوبر ماركت، تحس ان انت اترويت. هو كركديه كده، كركديه بالنسبة للحيوانات كده بيخلي
المية لما هم يشربوها تنزل في الجسم كده، تحس ان هم تروا، وبتقلل طبعا من درجة الحرارة في عز ما جسمهم بيبقى نار في الصيف. دي معلومة جديدة هي لحضراتكم، يا رب بقى تكونوا استفدتوا حتى لو بحرف واحد. انا بحاول بقدر الامكان ان انا كل ما اكون فاضي بعمل لكم فيديو على السريع كده، عشان كلنا نساعد بعضينا، وكلنا نبقى فاهمين في تربية الغنم، ومحدش يتأذي من تربية الغنم، لأن هي أبسط مما يكون، ولكن في أساسيات بنمشي عليها. الأساسيات ديت لو خالفنا حاجة فيها ممكن يحصل خلل عندنا وحاجات تموت والكلام ده كله. فأنا اللي حصل لي على مدار سنين زمان ده اللي خلاني وشجعني إن أنا أعمل القناة وأعمل فيديوهات تعليمية، عشان مش عايز حد يتأذي أو يخسر زي ما انا خسرت زمان. بس طبعا ربنا بيحبني عشان خسرت، لان اتعلمت حاجات كتير جدا جدا الخسارة ديت. فبالتالي الخسارة اللي انا خسرتها زمان ما كانتش خسارة، بالعكس دي كانت مكسب من ربنا. اتمنى من حضراتكم ان انتوا تكونوا استفدتوا، وربنا يرزقكم جميعا بالخير الحلال، ويخلي اولادكم ويخلي لكم كل المال الطيب بتاعكم. كان معكم محمد مصطفى من قناة المزرعة البيتي، ما تنساش تعمل لي لايك عشان اقدر استمر. السلام عليكم.